جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، هل يوجد أدعية معينة تقال في الركوع والسجود غير سبحان رب العظيم وسبحان رب الأعلى، وما هي إن وجدت جزاكم الله خيرا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. فالمسلم يدعو ربه في حال السجود بما تيسر له من الأدعية من غير تحديد، وبما يحتاج إليه، لأن حوائج الناس أيضا تختلف، فكل يدعو بما يناسب حاله وما يحتاج إليه. وعلى العموم يسأل الله المغفرة والعتق من النار، لأن هذا دعاء يحتاجه كل أحد، فيدعو بما تيسر من أمور الآخرة، ويدعو أيضا بما يحتاج إليه من أمور الدنيا من غير تحديد. نعم.